أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالنتيجة التي حققها المنتخب الوطني في بطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة عن فئة الشباب والتي تقام في العاصمة الإيطالية روما بإحرازه ميدالية ذهبية وأربع ميداليات برونزية، مؤكدا سموه أن هذه النتيجة هي أول الغيث من الميداليات الذهبية بهذه المشاركة، حيث تبقت خمسة نزالات نهائية سيخوضها اللاعبون المتأهلون لهذه المرحلة في ختام منافسات البطولة، متطلعا سموه في الوقت ذاته أن يواصل لاعبو المنتخب تقديم المستويات المطلوبة لحصد مزيد من النتائج المتميزة في هذه المشاركة والتي تعزز من موقع المنتخب الوطني على مستوى التصنيف العام للاتحاد الدولي لهذه اللعبة. وقد ثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التفاعل المميز من قبل اللجنة المنظمة للبطولة مع التصنيف العام للمنتخبات الوطنية والذي أصدره مؤخرا الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة والذي شهد تصدر مملكة البحرين للتصنيف بعد أن حقق المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة لقب النسخة الثالثة لبطولة أفريقيا المفتوحة واحتلاله للمركز الثاني في النسخة الثانية لبطولة آسيا المفتوحة. وأكد سموه تطلعه لمواصلة الظهور بصورة مشرفة في جميع المشاركات والبطولات لحصد المزيد من الإنجازات على صعيد رياضة فنون القتال المختلطة، مشيرا سموه إلى أن الهدف الأكبر هو المنافسة وبقوة على صدارة الترتيب العام للمنتخبات الوطنية التي ستشارك في النسخة السادسة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة والتي ستستضيفها وتنظمها مملكة البحرين خلال أسبوع بريف الدولي للقتال 2019 الذي سيقام على صالة مدينة خليفة الرياضية والذي يعد الحدث الأكبر على مستوى القارة الأسيوية في رياضة فنون القتال المختلطة. هذا وواصل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة دعمه للاعبي المنتخب في هذه البطولة من خلال مرافقة سموه لجميع اللاعبين منذ بدء عملية الإحماء وصولا إلى النزالات، حيث حرص سموه على الوقوف إلى جانب اللاعبين لرفع المعنويات من أجل تقديم أفضل المستويات والتي انعكست بصورة واضحة على نتائجهم في نزالات اليوم الرابع من هذا الحدث.